طيب هبدأ أتكلم على الأهلي، بس هربط ما بين منتخبنا والأهلي في نقطة. أولا التدريب النهاردة كان المفروض حوالي الساعة 6، تم تأجيله للساعة 8 مساء. الناس تقول لي ليه بالليل قوي متأخر كده، لأن منتخبنا الوطني المفروض في هذه اللحظات المفروض هيصل مطار القاهرة الدولي، وبالتالي كولر أو وصلت الطيارة دلوقتي، فكولر فضل أن يكون التمرين متأخر شوية عشان اللاعيبة الدولية تيجي من المطار على ملعب مختار التتش. احنا بنتكلم في حوالي 7 لعيبة، بنتكلم في الشناوي، محمد عبد المنعم، محمد هاني، بنتكلم كمان على أحمد نبيل كوكا، حسين الشحات، يعني عدد من اللاعبين اللي كانوا موجودين في منتخبنا الوطني، 7 لعيبة. لسه طبعا حمزة علاء مع منتخب الأولمبي كان بيلعب امبارح في أوزبكستان، علي معلول النهارده كان موجود مع تونس، ما لعبش مباراة تونس واليابان، كنت أتمنى طبعا طالما جلال القدر مش هيمنح علي معلول فرصة المشاركة كان يسافر ويجي بدري، ولكن عموما هو موجود في اليابان وهيصل إن شاء الله إلى تنزانيا قبل وصول الأهلي بحوالي 2 أو 3 ساعات. ولكن أنا عايز أتكلم على فكرة التدريب، التدريب النهاردة كان بدري شوية حوالي الساعة 5-6، اتأجل لـ8 عشان لعيبة المنتخب توصل لملعب التتش، وأكيد هيكون في اجتماع مع مارسيل كولر على طول، يبقى في تدريب استشفاء، بكرة تدريب أخير لأن بكرة السفر إن شاء الله إلى تنزانيا. طيب ده جانب متعلق بميعاد تدريب النهاردة وليه اتأخر ميعاد التمرين عشان لعيبة الأهلي في المنتخب لما توصل القاهرة تطلع من المطار على ملعب مختار التتش في الجزيرة ويكون في اجتماع مع مارسيل كولر، لأن الوقت ضيق جدا مفيش مساحة وقت. أنت الطبيعي كنت تسافر تنزانيا النهاردة، أجلت سفرك لبكرة عشان على الأقل لما تسافر تكون معاك معظم العناصر الأساسية اللي هتدفع بيها في مباراة سيمبا التنزاني. جانب تاني وده تأكيدا لأن احنا قلناه هنا في برنامج الترند وناس كتيرة ما كانتش مستوعبة اللي احنا قلناه، احنا قلنا علي معلول هيصل إلى تنزانيا قبل بعثة الأهلي بحوالي 2 أو 3 ساعات، وقلنا إن أليو جانج عنده مشكلة وممكن ما ينضمش لمنتخب مالي في البرتغال. قدامكم على الشاشة دي لقطة امبارح في التدريب لأليو جانج، هي لقطة هزار شوية، اللعيبة كانت بترحب بأليو جانج لأن أليو جانج سافر مع منتخب مالي لغاية المغرب، ولكن كان عنده مشكلة في التأشيرة عشان يسافر على البرتغال يلعب مع مالي أمام السعودية. وتأكيدا لكلامنا امبارح أهو كان موجود أليو جانج، يمكن ما قعدش في المغرب أكتر من 24 ساعة، الإجراءات كانت صعبة على الاتحاد المالي، فعلى طول رجع على القاهرة عشان ينضم مع النادي الأهلي. إذن اللي احنا قلناه الفترة اللي فاتت زي ما انتم شايفين على الشاشة موجود أمام حضراتكم، وجود أليو جانج في التدريب امبارح، دي لقطات من تدريب أمس على فكرة، دي لقطات من تدريب أمس. كمان بيرسي تاو عنده ظروف شخصية، منعته إن هو يلعب مع منتخب جنوب إفريقيا في الأجندة الحالية. الكلام على فكرة إن في قلق وفي زعل في اتحاد جنوب إفريقيا وفي غضب من هوجو بروس، الكلام ده كله عاري تمام من الصحة على فكرة، الناس بس بتحب تضخم شوية أي مشكلة أو أي موضوع له علاقة بلاعب في النادي الأهلي، ولكن بكل بساطة اتحاد جنوب إفريقيا شاف إن في ظروف شخصية تمنع بيرسي تاو يكون موجود معاهم حاليا في أجندة شهر 10 وموجود حاليا في تدريبات النادي الأهلي. نتمنى يا رب إن شاء الله يكون بيرسي تاو، مش بتكلم على الجاهزية الفنية والبدنية، هو جاهز إن شاء الله، ولكن بتكلم على الحالة المعنوية، الظروف الشخصية اللي عند بيرسي تاو، نتمنى يا رب إن شاء الله ما تكونش سبب في عدم مشاركته في لقاء سيمبا، ونتمنى إن شاء الله تكون الأمور دي اتحلت عشان يتواجد مع البعثة. إحنا كل الأمور دي أكيد بنتكلم فيها، ولكن دون الخوض في التفاصيل عندنا مدير كورة يمكن متابع بشكل كويس جدا، كابتن خالد بيبو، لكل هذه التفاصيل مع بيرسي تاو مع أليو ديانج. يمكن مجرد بقى أليو ديانج وجد صعوبة في اللحاق بالبعثة على طول كان في اتصال مع كابتن خالد بيبو، في ظرف ساعة اتوفرت تذكرة طيران لأليو ديانج من كازابلانكا للقاهرة، رجع على طول في نفس اليوم وانضم للتدريبات.